اسمي سامي محمد، انا عندي جلال ولد وثلاث بنات في من عين شمس في مدرسة ناصر صلاح الدين. حضرتك المشكلة حصلت من نهاية العام الدراسي اللي فات، كانت مدرسة الرسم عشان هو ما كانش معايا كراسة الرسم مسكت الولد ضربته ضرب تعذيب أدت ان هو ما راحش المدرسة تاني يوم وجسمه كله سخن وتعب. ورحت علشان نحاول ان احنا نحل الاول الموضوع اشوف ايه اللي حصل ان هي توصل بيها ان هي تضربه الضرب ده كله، فرفضوا في المدرسه والاداره ما تعاونتش معايا. احكي لنا بالظبط من اول ما انت دخلتي للمدير المدرسه بتحكي له واقعه حصلت ليه؟ انا رحت قلت له انا عايزه اشوف اعرف بس المدرسه اللي يعني ضربت ابني الضرب ده كله ادت بيه ان هو يعني جسمه كله ازرق وتعب وسخن ليه؟ يعني عمل ايه؟ فرفض وطردوني برا المدرسه وقال لي روحي عايز تعملي محضر روحي عايزه تعملي شكوى في الاداره روحي. رحت فعلا طلعت على اداره عين شمس عملت ما قابلتهاش اصلا، انا ما كنتش اعرفها نهائي ولا عمري شفتها المدرسه دي. فطلعت فعلا على الاداره عملت شكوى ضدها وخدت الرقم بتاعها وعلى اساس ان انا هروح بعد كده اسال عملوا ايه في الشكوى. ورحت طبعا عشان اثبت حاله بالولد رحت قسم عين شمس عشان اعمل محضر وقتها. طبعا الاداره كانت عامله توصيه في القسم بعدم عمل اي محضر لاي مدرس مهما حصل، لدرجه ان هم قالوا لي يعني انا سالتهم قلت لهم لو مدرسه قتلت الطفل مش هتتعاقب؟ او قالوا لي لا مش هتمشي لان في عجز في المدرسين فمش هنمشيها مش هنعمل لها حاجه. فطبعا فضلت اسبوع في عذاب كامل. حاولوا ان هم ان احنا يعني في الاخر بقى لما لقوا ان الموضوع وصل لمحضر وكده حاولوا ان هم يحلوا المشكله بان المدرسه تيجي. بالظبط كده، جت المدرسه زميلتها بتاعه الكمبيوتر تاني اسبوع لان احنا السنه اللي فاتت طبعا اللي هي اخر العام الدراسي يعني كنا بنروح يومين بس في الاسبوع، يعني تاني اسبوع بالظبط جت مدرسه الكمبيوتر علشان انا كنت شاكيه زميلتها حبت تجامل زميلتها فمسكت الولد كسحته بالعصايه ضربت الولد فضلت تضرب فيه لغايه اما جسمه كله ازرق ومبقاش قادر يتحرك. الولد نفسيته كانت متدمره كان خايف جدا ان هو حتى يحكي لي ان المدرسه ضرباه نازل من على السلم بيعرج مش قادر يمشي. زمايله كلهم في الفصل اجمعوا بان هي ميس اسمت مسكته ضربته علشان بتاعه الكمبيوتر علشان خاطر انا كنت شاكيه بتاعه الرسم عشان انا كنت عامله فيها شكوى بتاعه الرسم ان هي كانت ضرباه. ميس هدى عبد الرحمن وميس اسمت فايق. ميس هدى عبد الرحمن مدرسه الرسم، ميس اسمت فايق مدرسه الكمبيوتر في المدرسه. طبعا برضو اصروا ان هم مش حابين ان هم يعملوا محضر. انا فضلت مصره ان انا اعمل محضر وعرضت عليهم في الاسم ان انا هعمل محضر بتاعي في مديريه الامن لو رفضوا يعملوا لي المحضر لان ابني كان متبهدل. يعني هو لحد الان هو مش عارف يمشي ومش قادر يروح المدرسه خايف. حتى بناتي اللي في المدرسه يعني جالي تهديدات بيهم ان انت عندك بنات في المدرسه علشان الدنيا تمشي بالظبط. جالي تهديدات كتير جدا عشان اتنازل عن المحضر يعني اجبار ولو يدراع. انا رافضه تماما ان انا اتنازل عن المحضر، انا عايزه حق ابني بس. يعني كل اللي طالباه هي واحده كبيره راشده مدرسه الرسم مدرسه الكمبيوتر مسكت الولد كسحته. المفروض ان هي ضربت عيل قاصر، انا ابني عنده يعني 9 سنين لما ضربته. يعني ليه العذاب ده؟ لغايه الان ابني دلوقتي مش رافض تماما ان هو يروح المدرسه. يعني يعتبر كده بنوديه انا وباباه يعني بالعافيه. باباه لدرجه عرض عليا ان احنا نقعده من المدرسه خالص هو واخواته، ما كانش يعني حابب ان احنا بقى نوديهم طالما المدارس هيكسروا الولاد ويكسحوهم وان هم يمسكوا العيال يضربوهم بالطريقه دي علشان خاطر ما كانش معاك كراسة الرسم وعشان المدرسه بتاعت الكمبيوتر حبت تجامل زميلتها في ابني بس. معايا حضرتك الاشعه وفي لسه اشعه كنت لسه عاملاها بالظبط ما بقالهاش كام اسبوع حضرتك بتثبت ان الولد الكدمات اللي اتصاب بيها في جسمه من ضرب المدرستين ادت الى التهابات في العظام، التهابات مزمنه هيفضل يتعالج منها طول عمره. انا ابني كان بيحب الكوره ما بقاش قادر يلعب ما بقاش قادر يمشي حتى المشي الطبيعي ما بقاش قادر يمشي بسبب ضربها فيه. جلال صاحب حق دلوقتي وبتطالب بحقك عشان ترجع مدرسة. عرفنا بنفسك.
نفسك؟ جلال احمد جلال. جلال احمد جلال. عندك كم سنه يا جلال؟ عندي 11. سنه كام؟ 6. احكي لنا بقى ايه اللي حصل معاك. انت بتروحش المدرسه ليه الاول؟ هو عشان في نهايه الدراسه سمير ويكلم. انت بتروحش المدرسه ليه؟ مش عايز تروح المدرسه ليه؟ كنت عايز تروح ليه؟ عشان الميس اللي ضربتني. خايف منها؟ طب احكي لنا ايه اللي حصل معاك؟ يعني انت عملت ايه عشان هي تضربك؟ ما هي اكيد ما جاتش ضربتك كده بدون سبب، صح؟ انا نسيت كراسه الرسم، كنت جايب كراسه صغيره، فهي فاول ما لقيتش معاها كراسه رسم واحد ضربتني. يعني انت كنت جايب السكتش الصغير وهي كانت عايزه كراسه كبيره فما لقيتهاش ضربتك. طيب وانت هي ضربتك بقى، ضربتك ازاي؟ يعني ضربتك بالقلم، ضربتك بعصايه، ضربتك ازاي؟ ضربتني بالعصايه على رجلي وعادي. ضربتك بالعصايه على رجلك وعلى ايدك؟ الضرب بألمك وتعبك وسبب لك اي اصابه؟ وجعني. وجعني. انت بقى يعني ايه بقى تاني يوم حصل ايه معاك؟ يعني ماما بتقول ان انت في مدرسه تانية كمان اتعدت عليك بالضرب. الاسبوع اللي الاسبوع اللي بعد الاسبوع اللي بعد ايه اللي حصل؟ مسك الكمبيوتر جت ضربتني بدون سبب. يعني قالت لك ايه الحوار اللي حصل ما بينكم؟ ما قالتليش حاجه، هي بس ضربتني. ضربتك بايه؟ بعصايه. طيب انت بتطالب بايه او عايز تقول ايه؟ الضرب ده اثر معاك؟ يعني انت حاسس ان انت اتهنت قدام زمايلك فانا مش عايز اروح اقابل زمايلي عشان انا اتضربت واتهنت قدامهم بدون سبب، ولا انت حاسس ان انا اتعاقبت مجرد ان انا غلطت عملت غلط فتعاقبت عليه؟ هي ضربته عشان ما بقاش امشي كويس. ما بقتش تمشي كويس. انت من بعد الضرب ده ما بقتش تمشي كويس. ما بطلت تطلع كوره. بطلت تطلع كوره ليه بقى؟ عشان رجلي. عشان رجلك تعبان. انت بتطالب بايه؟ يعني انت صوتك دلوقتي هيوصل للمسؤولين، عايز تقول للمسؤولين ايه؟ عايز تقول لوزير التربيه والتعليم ايه؟ عايز تقول له ايه؟ معرفش. انت عاوز حقك ولا عايز يضربوا في الاطفال ولا ما يضربوهمش؟ لا. تورينا الاشعه كده. في تقارير طبيه. هيك عملت انا ساعتها 2 تقارير طبيه. عملت اول تقرير طبي في مستشفى مدينه نصر اللي هي تبع التامين بتاعه، ده كان بتوع نجده الطفل، هم لاني عملت شكوى في نجده الطفل ومعايا الرقم بتاعها، فهم اللي نصحوني ان انا اروح اثبت حالي عشان طبعا انت عارفه ان اثار الضرب بعد فتره مثلا هتروح، فكان لازم نعمل اثبات حاله. حتى اول ما رحنا الدكتور هناك اتصدم من منظر جسمه وقال لي مين اللي عمل فيه كده، قلت له المدرستين بتوعه، وقال لي لازم نسبه الكلام ده في محضر بس. طبعا هناك في المستشفى قالوا لي لازم المحضر يتعمل في المكان اللي انت فيه اللي هو عين شمس، طبعا عشان احنا تبع عين شمس. فعملنا التقرير الطبي فعلا وسبناه على اساس ان هم هيطلبوه، بس لغايه دلوقتي لينا تقرير طبي في مدينه نصر، وفي والاسم نفسه بعتنا عملنا تقرير طبي برده يوم 11 بعد المحضر على طول بيوم، عملنا تقرير طبي في مستشفى اسمها عين شمس الاردني. ماشي. وبصي حضرتك دي برده اشعه ثانيه لسه كنت عاملاها له من فتره قريبه، الدكتور اثبت فيها ان الضرب الكدمات اللي اتضربها عملت له التهابات في العظم، هيفضل يتعالج منها يعني مدى الحياه. انا اصلا طلبت ان ابني يتعرض على طبيب شرعي اول ما الضرب حصل فيه، بس للاسف طبعا ان الاجراءات والروتين يعني رفضوا وقتها ان هو يتعرض على طبيب شرعي. انا بطالب برضو ان هم لو حابين يتعرض على طبيب شرعي ما عنديش اي مشكله. بص رجليه،
ومعايا صوره برضو بوش، ممكن ابعتهم لك. وكده وكده هي نزلت عليها حضرتك برضو. دي شهاده تقدير. انا الحمد لله ابني اصلا يعني دايما الحمد لله درجاته كويسه، ودايما هو مش مشاغب اصلا في الفصل. دي كان واخدها. هنا 22396. ومعايا صورة برضو من التقرير الطبي. شمس اللي الاسم بعتني عليه، وحضرتك الدكتور وقتها قال لي العلاج اكتر يعني هياخد اكتر من شهر، بس قال لي ما اقدرش اكتب كده في التقرير. آه علشان للاسف ما تتحولش جنايات، ما تبقاش جناية، ان هي تبقى جنح الضرب بس. اولا هي وقعت جلال مش من السنة اللي فاتت، وقعت جلال وفقا لاحكام القانون المصري، الحق في الشكوى حق دستوري، يجوز لصاحب الحق ان يتقدم بالشكوى خلال 90 يوم من تاريخ الواقعة. تمام. لكن التعذيب وفقا لاحكام القانون المصري والدستور المصري جريمة لا تسقط بالتقادم، يعني ملهاش علاقة بمدة المدة، غير ان الموضوع تم مع نهاية العام الدراسي السابق وبعدين شهرين الاجازة وبدأ العام الدراسي الجديد، وجلال خايف يروح المدرسة. هي كانت عملت محضر وقدمت شكوى لكن الى الان لم يتحرك ساكن. اللي عايز اقوله لحضرتك واوضحه معاكم ان ده نموذج من النماذج اللي موجودة داخل المدارس الحكومية المصرية، ازاي الاطفال بيتعرضوا للاهانة والضرب والتنكيل والتعذيب لمجرد انه ما بياخدش درس عند المدرس ده، او ان المدرس مش راضي عن ادائه او اداء امه حتى او ابوه او ليه الامور. يعني قصه الجلال ده ماده فنيه لا فيها درس ولا فيها ولا ليها الاهميه زي المواد الثانيه، يعني طب ايه سبب انها تعمل معاك؟ الجلال زي ما حضرتك شايفه كده طفل هادي، ويمكن ما يكونش عنده ردود الافعال السريعه والقويه في التعامل مع مدرسه لما طلبت منه كراسه الرسم. ما عنديش، لكن ده مش سبب كافي انها تعذبه وتضربه وتعلم جسمه. وبعدين تيجي مدرسه تانية صديقه ليها وزميله ليها تقوم تنتقم لصالح زميلتها عشان جلال اشتكى وامه اشتكت المدرسه الاولانيه بتاعه الرسم، فبتاعه الكمبيوتر اسمت تنتقم منها بقى. يعني دي مهزله. ولذلك احنا هنقدم طلب للسيد المستشار المحامي العام لفتح التحقيق مرة أخرى مع المدرسات اللي قاموا بضرب جلال، وحنتابع الشكوى اللي موجودة في إدارة عين شمس التعليمية للوقوف على آخر ما انتهت إلى الشكوى، وإذا لم يكن هناك إجراء قانوني واضح يرجع لجلال حقه هنروح للوزير شخصيا. هاخد كده معايا جلال وبسملة اللي اتهانت وتنمرت منها المدرسة وحضراتكم تابعتوا ده. وعندي حالات كتير، انا على مدار اليومين اللي فاتوا من بعد ما بدأنا نتكلم عن مشكلة بسملة بدأ يجي لي عدد كبير جدا من الرسائل والصور من اهالي وامهات واباء بيعرضوا ومشاكل ولادهم اللي اتضربوا وتعذبوا في المدرسة، منهم مدام سامية اللي بعتت لي رسالة. عايز اقولك في نماذج كتير، حالات كتير، يعني انا بس مش عارف اجمعهم كلهم في يوم واحد. كتير جدا من اولياء الامور بعتين يقولوا انا ابني تعرض لنفس اللي تعرضت له بسملة، انا ابني اتضرب، انا ابني اتهان، انا ابني اتطرد، انا ابني اتحرم، حاجات كتيرة جدا. احنا فين؟ وفين وزارة التربية والتعليم من كل ده؟
وفين السيد وزير التربيه والتعليم. لذلك احنا هنتابع الاجراءات القانونيه المتعلقه بالشكوى من ناحيه، وهنقدم طلب للسيد المستشار المحامي العام لاعاده فتح التحقيق في الموضوع مره اخرى، لان حق جلال ما ينفعش يضيع ولا ينفع يسقط. محتاجين حضرتك تطمن مامته وتطمنه هو شخصيا عشان يقدر يروح مدرسته. ما هو جلال للاسف وصل الامر ان المدرسات دول يتسببوا في عقده نفسيه عند الولد ويبقى خايف يروح المدرسه. ده كمان مامته بتقول ان هو له اخوات هناك بتتهدد بسببه. ايوه باباه كده يعني ان عايز يعاقبه خالص. والا ما هو يعني الامور بتوصل يا استاذه ان مفيش حلول واجراءات قانونيه واضحه على ارض الواقع، يبقى احنا مفيش قدامنا غير حل من الاثنين، يا القانون والحق، يا اما بقى نلجا لطرق غير مشروعه. يعني بقى يعني هل يعني مش عايز اقولها، لكن هل الامور توصل يتم الرد ده بالاعتداء على المدرسه وضربها هي كمان زي ما ضربته؟ يبقى احنا مش في غابه، احنا في دوله فيها قانون. يبقى ليه القانون ما بيتطبقش؟ ليه الحقوق ما بترجعش لاصحابها؟ مش جايز يا دكتور احمد ان اصلا في ناس بتخاف انها تتكلم وانها تدور على حقها، فبالتالي حب للاسف ان يعني عدد كبير جدا، انا مش عايز اقدر نسبه كبيره من ده، لكن الغالبيه الاعم بيتعرضوا للنوع ده من المشاكل بس ما بيتكلموش، القليل منهم بيتكلم. عامل كده بالظبط زي البنات اللي بتتعرض للتحرش الجنسي وما تتكلمش وتخاف تقول من الفضيحه والشوشره وبتاع، خلاص اللي حصل حصل، واهلها يقولها خلاص بنستر ونلم ونداري. الاهالي بيعملوا كده خلاص، يعني ايه ده المدرس بتاعه ضربه بيربيه، يمكن قصده مصلحته، يعني هو يعني ما موته خلاص كده وبتاعه وهيرجع تاني. لكن للاسف الامور بتزيد. ولذلك انا يمكن الرساله اللي نقدر نقولها من خلال الموقع عند حضرتكم من خلال هذا اللايف، ان احنا بنوجه رساله واضحه لكل الاهالي، يا جماعه اللي ابنه يجي البيت بيشتكي من انه تعرض لضرب، الاهانه، لتنمر، لايذاء بدني او نفسي، ما يسكتش على حق ابنه، يتقدم بشكوى ويطلب التحقيق ومحاسبة المسؤول عن الأضرار والأخطاء والجرائم النفسية اللي بتتم في حق أولادنا اللي زي جلال. المدرسين دول أصلا مع كذا طفل تاني ليهم مشاكل كده، كانوا بيضربوا الأطفال بطريقة بشعة، والأهالي كانوا يعني في منهم واحدة صاحبتي راحت ضربت المدرسة في قلب المدرسة بسبب إن هي اعتدت على بنتها وقالت عليها حرامية وسرقت منها، والام نفسها راحت خدت حقها بايديها وحق بنتها وراحت ضربت المدرسه في المدرسه. دي مش اول مره اصلا، هم المدرستين ما ايوه. انا حبيت ان انا الجا للقانون، انا عايزه القانون يجيب لي حقي، يعني انا راضيه بحكم القاضي ان هي تنزل محكمه